حلم، رؤية، طموح، إصرار، وذكاء ونجاح، خلطة لبنانية بامتياز، أو ربما هو أسلوب حياة، أو هو إبداع منتشر ومزروع بجوانب الأرض. هذا هو اللبناني، وهذه هي صفات كتيرة من هالجينات اللبنانية اللي بيحملها فيليب ابن بلدة هرهرية القطين، اللي عشق هالأرض ببساطتها وطيبة أهلها ومحبتهم. بساطة وطيبة شكلت شخصية استثنائية. هالأرض اللي منهم طلع وإلها راجع بأفكار، بمشاريع، بأحلام، ليساهم بوضع حجر أو فكرة بمدماك وطن حلم فيه فيليب، وطن منخلق ومنعيش ومنبقى ومنموت فيه. فيليب زياده هو صورة طموح أكبر من الوطن ما بيساعه، وصورة قلب ما بدق إلا هون بهالجرد العتيق. جيت على أمريكا لأتعلم، كمل علمي، وأكيد طموح أنه أبقى وأشتغل وأنجح مثل كل شاب لبناني. يعني أنت بتتهجري عن أهلك لتنجحي ولترجعي تساعدي أهلك. أنا ما كنت بحياتي بفكر أنا عم بكبر أنه بدي فل، كنت كتير صعبة، بتضلك يعني ضليت سنين أنا بس بدي نام أبكي أشتاق لأهلي. أنت هون؟ أكيد بصير عندك الحسرة ما بين أنه أنت عم تأمني حياتك وأيام عم تقطع بعيدة عن أغلى ناس عقلك، وعطول على أمل أنه بس إنجح رح أرجع على لبنان. كل عمر له حلم، وهذا الحلم بيكبر معك، وهذا هو الطموح. ما هو الطموح بصير يخلي الحلم يتغير. يعني أنا إذا بقلك جاي على أمريكا حتى الخطة براسي بكون كذب، مش مزبوط. البدايات دائما فيها كثير ابس اند داون، فيها كثير طلعات ونزلات، فيها كثير تحديات. البدايات كانت صعبه. شو اشتغلت كمهن على طول؟ كثير صعبه. شو شو ما اشتغلت يعني احنا على الاقل اشتغلت، بلشنا بالجامعه وفتحت بلشت بمعمل رخام، واشتغلت بالجزمه، نلبس الجزمه ونروح ونقص بالمايك، اشتغلنا كل شيء. بس انت حبك للنجاح وعصاميتك انه بدك توصلي، وكان عطول عندي أنا هاجس إنه أنا عم ضيع أهم أيام حياتي، مش حد أهلي، مش حد إخواتي، مش على الفاضي، ما بدي هتروح على الفاضي. كان عطول هاجسي إنه النجاح، إنه على القليلة بدي أنجح. كتير هي المشاريع، كتير هي الأحلام اللي بيحملها فيليب زياده، مشاريع بالتعاون مع شركات عالمية لتطوير وبناء رؤى جديدة لمستقبل أفضل، مستقبل بيقوم على طاقات لبنانية شابة، بس لتبقى هون، وبس لأنه هون ببلش الحلم. أمريكا عطتني كتير، بس عم تسأليني شو أخذت مني؟ أخذت مني يمكن أغلى شيء بحياتي، هي الأيام الحلوة اللي كان فيها قضية حد أهلي. بزعل بس فكر هيك، بس هيدي الحياة، ما في شيء إلا مع حساب شيء تاني. ما راح يكون في عندك كل شيء. هيدي قناعة اشتغلت كتير عليها لقدرت أتقبلها، لأن قناعة كتير صعبة. بس أنا كنت بوضع ما عندي غير فرصة، مجبور أنجح. النجاح هو حظ، ايه فيكون حظ اذا بفسر لك شو الحظ. يعني الحظ بالشغل ما انه حظ مثل بس تربح اليا نصيب. الحظ بالشغل هو بس تكوني انت عم تحضري حالك، بدي الفرصه، ايه المسابره، تحضير النفس، تحضير حالك بنجاحي، وبس تجيكي الفرصه، بس يلتقوا التحضير والفرصه، هيدا هو الحظ. بي حملني ورتني أحلى شيء وأغلى شيء بالدنيا، المحبة يلي هي ما بتتمن، يلي هي كانت أهم وسيلة بحياتي، وصلتني لكتير محلات. بأكد لك إنه ما كان في شيء تاني بوصلني. محبة، عدم الأذية، عدم الحقد، السماح، هدول كلهم مواصفات بي هو علمني وربينا عليهم.
الوطن بالنسبة إلي هو كتير أشياء، أكيد الأهل والذكريات الحلوة، حتى التجارب البشعة اللي كانت بحياتي هي ذكريات حلوة، بتصير معك ذكريات حلوة بعدين، بس الوطن هو أنا مفبرك من الوطن، أنا الوطن نجحني، لبنان عطاني العزيمة، عطاني القدرة على التحمل، عطاني الجوع للنجاح، كل اللي أنا وصلت له أكيد بيرجع له للبنان، لهالضيعة حتى لضيعتي. أنا قد ما أعطي لبلدي بحسه قليل، أنا عم جرب أعطي لبلدي، عم جرب أعطي خبرتي، قصتي، عم جرب أعطي، أنا بدي أعطي لبنان. اليوم نحن فايتين على عالم جديد، عالم التكنولوجيا والتطور، وأنا برأيي هيدا اليوم فرصة كتير كبيرة للبنان، لأنه صرنا من هون فينا نعطي، ومن هون فينا نخبر، ومن هون فينا نساعد ونعلم ونوجه. بوجود التكنولوجيا اليوم صار العالم كله كأنه بلد واحد. فيليب، الضيعة شو؟ كيف توصف الضيعة، ضيعتك تحديداً؟ ضيعتي هي البساطة يلي نحن عطول مننبش عليها بهالحياة، بس تنجحي وتبرمي العالم بالأخص ترجع بتطلع على سر الحياة وبتصير تنبش على بساطة الحياة. هيدي الضيعة بالنسبة لي البساطة، بس هي أكتر بكتير من هيك، هي الحنين، هي الذكريات، هي البراءة. طفولتك احنا رمينا هون بالضيعة، تطلع على العالم اللي ما كنت تعرفي قيمتها انت صغير، بتعرفي هلا قيمتها، محبتهم إليك، كيف بيحكوا معك، كيف بينتروك، كيف بيشوفوا حالهم فيك، هيدي كلها ما بتحسيها ولا ممكن تحسي فيها إلا بضيعتك. أنا عشت كل حياتي بضيعة، يعني ضليت عشت هون لوقت بس رحت على أمريكا، يعني ربيت صغير وربيت تينيجر عمره المراهقة قبل ما أروح على أمريكا بالضيعة. أكيد هي نسبياً ضيعتك قريبة للمدينة، يعني مش بعيدة كتير، وهذا شيء بيميز بدك تكوين لبنان، تكوين الجغرافي للبنان. بس هي شو بيميزها؟ يعني هالضيعة اللي هي هرهرية بشكل ضيعة كتير، بس هي قريبة كتير للمدينة، يعني شو أبرز خصائصها؟ أنا اللي بحبه فيها أنا كتير صغيرة، هن كم بيت يعني نحنا بالضيعة، ومثل ما أنت قلتي قريبة بعيدة، بتوصلي على الضيعة بتعتبري حالك بعدت كتير عن المدينة وعن بيروت وعن جونة، بس هي بالحقيقة قريبة كتير. بس بالنسبة لي أنا هي زغرة وبسطتها وما فيها شيء عن جد، يعني الضيعة ما فيها شيء غير البيوت والضيعة والأهل وهالكم محل، وبسطتها هي اللي بحبها فيها. أنا كنت كتير أحلم، معروف بالبيت يعني حتى أخواتي بيعرفوا، كنا نضل نمزح إنه أنا قد بحلم على طول بخبر أخبار شو بدك، بتعرفي مثل كل ولد يعني عنده طموح وحلم، كنا كتير نحلم. وبس جيت بدي سافر ما بنسى هيدا النهار، كانت أمريكا مش واردة، يعني ما كنا حتى نسترجي نحلم إنه بدنا نروح على أمريكا، وين كنا نحلم ننزل على بيروت. بس بتروحي هذا كله بحط عليك مسؤوليات وتقل إنه ممنوع تفشلي، أنت رايحة لتنجحي، وبتروحي وبتوصلي وما بتتوقعي إنه بآخرة النهار أحلى شيء عندي هو ترجعي على الضيعة. هيدا البيت كان قطين، يعني عشنا بقطين، وأنا بفتخر فيه، هلأ بفتخر فيه، قبل كنا نستحي إنه بيت قطين ومش خالص، بس يمكن كان مليان حنان، كان مليان أكتر بكتير من حنان وحب، كان أساس كل شيء بالحياة. بس تحلمي أنت وإخواتك، وبس تقدري أهلك شو عملوا لك وشو ربوك وشو ورطوك من محبة، نحن بالعائلة كتير كتير قرب على بعض وكتير بنحب بعضنا، وهيدا اللي نجحنا، يعني نحن قرب، انت شفتي كنت وشفتي انا علاقة مع اخواتي يلي هن انا بعتبرهم ايدي واجري، بعتبرهم هن العمود الفقري، هالعلاقة اللي نحن بين بعض هيدي ورثناها من اهلنا. كيف مقسمين الاشياء؟ انا كل شيء هضامي، هو كل شيء سقالي، انا كل شيء سبورت، هو كل شيء سبورت. انا بتفق معك عزيز، لا يلي كيف عمليا مقسمين الاشياء؟ تعودنا نفكر بذات الطريقه، تقريبا على طول بنمشي بذات الدايركشن. مين قلب هيدي مين قلب هيدي المعادله؟ القلب هو بعدين، مين العقل؟ يعني فيليب هو الكبير، هو اللي اجى، هو اللي بلش، عرفتي كيف؟ وعلى طول بنتشاور بكل شيء،
اوكي. بس مالي ولا مرة صار في تصادم يعني على طول آرائنا إذا بناخذ برأي فيليب هو إذا بدك تاخذي يعني هو الدماغ ونحن إيدا وإجراء. وقت بيكون في موجود محبة وبلا مصلحة يعني تنجح إيدك مش معقول ما ينجحوا ما بيحبوا بعضهم. ربيناهم شبعناهم عيونهم يعني ما يطلعوا يتفاجئوا. كل شيء كان ممكن نقدر نعمله عملناه هون، واكثر شيء عودناهم انه على الالفه وعلى المحبه ويحبوا بعضهم ويحترموا بعضهم امانته. يعني انا ام والام بتعرف كل ولد يعني كل واحد منهم شو هو الكواليتي تبعه، بعرف طيبتهم وبعرف محبتهم للبنان ولنا. شو بينقص بلدنا ليصير وطن حقيقي نهائي لأبنائه يعني يعيشوا ويموتوا فيه ويشتغلوا ويربوا ويربوا أولادهم؟ السياسة خلقت بالعالم لتطور حياة الإنسان. يعني اليوم لشو في سياسة بأمريكا؟ لشو بيجتمعوا وبيعملوا مجلس نواب ومجلس أعمار ليطوروا حياة هالإنسان العايش بهالوطن؟ نحن عنا السياسة بترجع حياة الإنسان لورا. يعني نحن اليوم بالسياسة بدل ما تطورنا عم بترجعنا إنه كيف معقول يكون في مثلا مجلس نواب ما بينتج قوانين، قانون كل سنتين، غير بلدان بينجوا فوق 100 قانون بالسنة. كيف في عندك أنت كل شيء بيوقف من وراء السياسة؟ نحن بالعكس عم السياسة خلقت لتطور حياة الإنسان. نحن عنا مفهومها بالقلب، وهيدا بالنسبة لي أكبر مشكلة عنا. إذا بنقدر نفصل بين السياسة والشغل اللي نحن عم نعمله مثلاً، يعني تطوري تجيب الشركة العالمية تفوتي مع الجامعات تخلق هالإيكو سيستم لهالشباب، إذا بس بنفصل بيناتهم بنكون حلينا مشكلة كتير كبيرة. أنا بحب كون هيدا الشخص اللي مأمن يجي يغير بلبنان، يغير عن المفهوم يلي تعودنا عليه. ضروري نعمل نغير. أنت اليوم أنا إذا قد ما تعلم تلميذ هو التلميذ بدهم يفلوا، رح يتعلموا آخر شي فلين، لأنه ما في مجال إلهم يحلموا بلبنان، الحلم تبعهم يقدروا يوصلوا. مش بس تعيشي وتأمني حياتك، بدك تقدر تحلمي. إذا ما قدرنا نأمن لهم هالإيكو سيستم يقدروا يحلموا بلبنان ما بننجح. وأنا بحب كون هيدا الشخص يلي عم بي عنده الإيمان إنه فينا نغير، لأنه عنا طاقات الشبابية موجودة عنا، وهيدي مش كل الناس عندهم، يعني إحنا عنا إياها. أنا بحب كون الشخص يلي قدر يغير، أوكي، يقدر يوصل الفكرة إنه نحن عم نشتغل لنجيب هالشركة العالمية على لبنان لنقدر نخلق فرص العالم لهالشباب يقدروا يحلموا. غير يخليه يشتغل على الواجهات ويعلم، أنا بدي أشتغل على أقدر يجيب هالإيكو سيستم لهالشاب اللبناني ليقدر يحلم بلبنان. هدول الشرك يحلم ويحقق أكيد، ما هن الشرك عم ينبشوا عليهم وشبابنا عم بيروح عم يلتقوا بكل محلات العالم إلا لبنان. نحن بدنا إياهم يلتقوا بلبنان، بدنا نقدر نخلق الأرضية ليلتقوا بلبنان لخلي هالشاب اللبناني يحلم ويحقق بلبنان. بدنا نركز على الجامعات على الطاقات الشبابية ونقدر نفرجي العالم انه انتو عنا اللي عم تنبشوا عليه، نحن عنا هالطاقات الشبابية اللي انتو عم تبرموا العالم تنبشوا عليها، نحن موجودين هون وبدنا نجرب نجيبهم لعنا لهون لنكون نحن مفتاح المنطقة والشرق بطاقاتنا الشبابية. انا هيدا بالنسبة لي النجاح. النجاح بالحياة مش قديش بتجمع مصاري، لانه عطول في هذا النجاح بالحياة هو تقدري تغيري.